Thank you very much, Shauna. شكرا جزيلا شونا. أود أن أشكركم جميعا على حضوركم معنا. وأود أن أشكر جميع الذين انضموا إلينا عبر الإنترنت. آمل أن تكونوا جميعا انضممتم إلينا حضوريا هنا أن تستمتعوا بإقامتكم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأمل أن يكون فريقي قد تواصل معكم ودعمكم عبر توفير جميع المعلومات والوثائق الضرورية لكم وتزويدكم بها وكل ما طلبتموه. كما آمل أن فريقي يبقيكم على اطلاع بشكل سريع ومحدث بكل التقدم المحرز على الأرض. اسمحوا لي أن أستغل هذه الفرصة لكي أحيطكم علما بكل ما تم إنجازه وتحقيقه حتى الآن، وعلى وجه الخصوص خلال الأيام الثلاثة والنصف الماضية من كوب 28. فلنتذكر أولا سبب وجودنا هنا. نحن هنا جميعا لأننا أطلقنا دعوة للتحرك للعمل، وكنا صارحين جدا وقلنا بوضوح بشكل متكرر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأخذ هذه المهمة بالكثير من التواضع والمسؤولية، وأننا ندرك أي إدراك مدى إلحاحية هذه القضية. ونحن هنا لأننا نعتقد ونحترم العلم. 43% 43% من الانبعاثات العالمية يجب خفضها بحلول عام 2030. That is 22 جيجاتون. يجب خفضها على مستوى الانبعاثات العالمية، أي 43% من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، وعلينا أن نحقق ذلك لذلك لكي نلتزم بارتفاع درجة لا يتخطى 1 درجة مئوية ونصف الدرجة، أي 1.5 درجة مئوية. وهذه هذا عنصر محوري في حال أردنا أن نحترم تحقيق هذا الهدف. دعونا أقول منذ البداية أن كل ما عملت من أجله رئاسة مؤتمر الأطراف كوب 28 يركز ويتمحور حول العلم والبيانات العلمية. I have been crystal clear. ولقد كنت واضحا للغاية في هذا الشأن وفي كل فرصة أتيحت لي مع الجميع من حول العالم وفي كل خطاباتي ونقاشاتي العلنية. كنت واضحا للغاية حول واقعي أننا نحرص على أن كل ما نقوم به يتمحور حول البيانات العلمية وما يقوله العلم. إذن أقترب من هذه المهمة كما قلت أنا وفريقي في رئاسة مؤتمر الأطراف كوب 28 مع فهم كامل وشامل لما هو على المحك، فنحن لم نقلل من شأن هذه المهمة أو ننظر إليها على أنها أقل أهمية مما هي عليها. نحن ندرك مدى الحاحية هذه المهمة ومدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا. خلال الأيام الأربعة الماضية الأولى أعتقد أننا قدمنا مستوى عال جدا من الإنجاز، وهذا أدى إلى حشد زخم وإيجابية ورفع مستويات الحماسة. كما بوسعي أن أقول لكم أن هناك أمل فعلي في العالم في مختلف نواحي أجنحة إكسبو. هناك أمل واقعي وفعلي وتفاؤل كبير بأن هذه مرحلة مفصلية ولا نستطيع أن نهدر هذه الفرصة. هذه الفرصة هي فرصتنا لكي نقدم نتائج ملموسة واقعية ونقلة نوعية ستصحح المسار وتضعنا على المسار الصحيح لكي نلتزم بارتفاع درجة الحرارة لا يتخطى 1.5 درجة مئوية.
في الواقع أود أن أقول أن أمرا مميزا يحصل هنا في قصة 28. Is actually happening here in تمت Dubai. أمر مميز يحصل هنا في We دبي. Voted on لقد صوتنا ودعمنا واعتمدنا الأجندة خلال الساعة الأولى من اليوم الأول من مؤتمر الأطراف. In the 12 cups I have في الدورات ال 12 التي شاركت فيها سابقا واعتقد ان هناك العديد منكم من شارك في عدد اكبر من دورات مؤتمر الاطراف السابقه ولم نرى هذا الامر يحصل اي ان يتم اعتماد جدول الاعمال في اليوم الاول وما بالكم في الساعه الاولى من اليوم الاول الدول الاطراف اجتمعت خلال اليوم الاول لكي تتخذ قرارا تاريخيا هنا صنعنا التاريخ هذا خرق كبير في مجال الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لم نضفي الجانب العمليات فقط ولكن أيضا بدأنا بتوفير التمويل إليه فكما قلنا مهمتنا لا تقتضي فقط تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وإقامة حساب بنكي فارغ ولكن أردنا أيضا أن نجعله فعالا وأن نبدأ أيضا بضخ التمويل إلى هذا الصندوق وهذا بالفعل ما حصل ومجددا هذه المرة الأولى في أي مؤتمر أطراف يتم فيه اتخاذ قرار على هذا المستوى في اليوم الأول من المؤتمر هذه نتائج تاريخية هذه قصص النجاح لا يستطيع أحد إنكار هذه القصص قصص النجاح هذا وأيضا Reminding everyone من المهم تذكير الجميع بأن صندوق الخسائر والأضرار was in real كان danger of not happening at all. على المحك وكان من الممكن ألا يحصل إلى أن قمنا بتوجيه دعوة جريئة وطلبنا تنظيم جلسة خاصة في أبو ظبي من أجل الاتفاق على هذا الصندوق وهذا الأمر حصل في بداية شهر نوفمبر Part of the agenda DC5 لم يكن جزءا من جدول الأعمال ولكننا اتخذنا هذا القرار الجريء لكي نحرص على إعطاء أفضل فرصة للتفعيل والاستفادة من قدراتنا ومن خبراتنا ومن شبكاتنا وشركائنا وعلاقاتنا من أجل الاتفاق على تفعيل هذا الصندوق ونعم تمكننا من النجاح بذلك بدعم جميع الشركاء والأطراف كما جمعنا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين للاتفاق على تعهد بخفض انبعاثات الميثان وغيرها من الانبعاثات الغازات إلى جانب غازات ثاني أكسيد الكربون وهذه الغازات أكثر ضررا من ثاني أكسيد الكربون فغاز الميثان سيكون له أثر كبير قد يحول دون تحقيقنا لهدف 1.5 درجة مئوية ولذلك وضعت هذا الهدف على أعلى سلم أولوياتي وهو أهم أولوياتي في رئاسة مؤتمر الأطراف كوب 28 ولقد حققنا هذا الهدف وقد جعلنا هذا الهدف أولوية لدى الجميع ولذلك تمكننا من إحراز التقدم يسرني أن أقول أننا حشدنا أكثر من 57 مليون دولار من التعهدات الدولية 30 بليون In a new في الأيام الماضية و30 مليار دولار في صندوق تنشئه دولة الإمارات العربية المتحدة يركز على الحلول 100% وعلى جسر الفجوة في مجابهة أثار التغير المناخي 722 مليار دولار لصندوق الخسائر الدولية 9 مليارات دولار سنويا أعلن عنها البنك الدولي أكثر من 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر و 2 مليار دولار للصحة و 2.1 للإغاثة وللسلام و 2.5 مليار دولار للطاقة المتجددة و 1.5 مليار دولار للحد من انبعاثات الميثان إلى جانب ذلك يضاف أن الأطراف احتشدت واجتمعت وقدمت مجموعة من التعهدات والإعلانات بدفع العالم في المسار الصحيح هذا ما نعنيه بتصحيح المسار هذا ما نعنيه بالدفع نحو ثقافة جديدة ومسار جديد يركز على الإنجاز
هذه هي أجندة العمل التي اعتمدناها منذ اليوم الأول، الإنجاز والتسليم والتطبيق والتنفيذ والمسار، أي أن ندرك ما هي الجهود الضرورية والتقدم المحرز خلال السنوات ورغباتنا الصادقة بأن نتحمل هذه المسؤولية وأن نحاول ترجمة كل هذا التقدم الرائع إلى عمل واقعي وفعلي، وهذا ما نحاول أن نضيفه إلى الطاولة. 8 بيانات وإعلانات جديدة تم الإعلان عنها، وهذه الإعلانات مصممة للمساعدة على تحويل كل قطاع مهم من قطاعات الاقتصاد العالمي. الائتلاف العالمي للحد من الانبعاثات الكربونية يجمع شركات كبيرة تسعى إلى الحياد الكربوني أكثر من أي وقت مضى. مجددا، هذا الأمر لم يحصل أبدا من قبل. كل ذلك يهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية في سلسلة التوريد والعرض والطلب. هذا منظور جديد، أي الجمع بين العرض والطلب في منظومة الطلب على الطاقة. 50 شركة منتجة للنفط والغاز تهدف إلى صافي انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول العام 2050، وذلك لأول مرة في التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، تعهد دولي لمضاعفة 3 أضعاف إنتاج الطاقة المتجددة، وأنا فخور على وجه الخصوص لأننا تمكنا من إعداد أول إعلان من شأنه يتعلق بالصحة وبالنظم الغذائية، وهذه كانت من أولويات أجندة مؤتمر الأطراف كوب 28. 3 إعلانات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، حول الهيدروجين، حول التبريد، وحول المساواة بين الجنسين. عدد الدول التي دعمت هذه الإعلانات والتعهدات يزداد باضطراد، يصلني العديد من ردود الفعل الإيجابية والمتحمسة من العديد من الدول من حول العالم المهتمة والحريصة على الانضمام إلينا. وبطبيعة الحال كل ذلك يثبت كيف ننجز وكيف نفعل كل ذلك بشكل شامل، ولا نستثني أحدا ولا نهمش أحدا، بل نجمع الجميع في هذه الجهود. وأنا سعيد لأعلمكم بكل الدول التي وقعت على كل إعلان من هذه الوثائق، أو بوسعي فريقي أن يشارككم التفاصيل. أعتقد فعلا أن أمرا مميزا يحصل هنا. الإيجابية، التفاؤل، الأمل والزخم والعزم is just growing. Yes, that. And I will stay focused. سأبقى وسأركز أيما تركيزا على الإنجاز، على التحقيق وعلى المحافظة على هذا الزخم حتى نصل إلى تحقيق وتوفير أفضل استجابة للمراجعة الدورية الشاملة. لقد حان الوقت لنا لكي نتعاون بشكل جدي وننسق ونتحد. نحن بحاجة إلى التضامن في هذه الفترة الزمنية، وإن كنا جادين في معالجة هذه الأزمة، لقد حان الوقت لكي ننجز ونعطي أكبر استجابة لهذه المراجعة الدورية الشاملة، وأي نحافظ على هدفنا المتمثل بحيلولة دون ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية. أنا متحفز أكثر من أي وقت ماض، وأتطلع قدما إلى العمل معكم، مع جميعكم، وأن أعمل بشكل وثيق مع المفاوضين لكي نحقق هذا الهدف وننجز هذه المهمة. وقبل أن أعطي الكلمة لزميلتي شانا، اسمحوا لي أن أعرب عن امتناني وتقديري للعلاقة التي تمكننا من إقامتها مع الـIPCC ومع زملائي الأعزاء وزميلي جيم، الذي
أدى دورا محوريا في مساعدتنا على تطوير رؤيتنا وأجندتنا وأهدافنا الاستراتيجية وأيضا استراتيجيتنا المفصلة وغاياتنا وأهدافنا. لقد عملنا دائما كل خطوة وفي كل مرحلة استندنا إلى العلوم إلى البيانات وإلى الوقائع. شكرا جزيلا لكم.